أنه بحق القوام هذا يصنع ما يشاء، وهنا تكمن المصيبة. نعم. نعم. ثم ماذا من الأشياء التي ثم تعمل على سوء الخاتمة؟ الغفلة عن الذكر. الإنسان سبحان الله ليل نهار يجب أن يكون ذكارا شكارا بكاء مع الله عز وجل دايما دايما يذكرنا. لكن لما ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سورة الكهف. تمام. يعني لما يجي واحد ايه يقول لك تيجي يا استاذ محمد عشان الحفل، كل حفل ايه؟ حفل كده جميل في شويه اغاني لطيفه وكلام، والاخر يقول لك ايه؟ ما تيجي تحضر درس للشيخ فلان تقارن. اصبر مع الذين يدعون ربهم ولا روح مع اتبع هواه وكان امره فرطا. والفرط في اللغه اللي هو المفكوك الاخذ المنفرط. سبحان الله العظيم. فالانسان يقارن. فالانسان عندما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هناك ذكر وهناك تذكر، هناك ذكر وهناك تذكر. الذكر ده ذكر الجوارح، الله أكبر، العين تنظر في المصحف، اليد تعطي الصدقة، هذا ذكر الجوارح. في تذكر القلب اللي التدبر، وهذا أقوى، وهذا المطلوب. نعم. وهذا هو المطلوب، لأننا أقرأ المصحف، أقرأ القرآن، القرآن حج علي إن لم أتدبر وأتذكر وأنفذ. ما المقصود بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله في كل وقت، أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت خائفا وقل يا قوي أمني، خلاص أمنك سبحانه وتعالى، خلاص. أنت فقير قل يا غني وأغنني، أغناك الله عز وجل. أنت ضعيف يا قوي قوني، مهزوم يا ناصر انصرني، يا ستار استرني، فأنت في معية الله. هنا يطمئن القلب، تعلم أن لك سبحان الله. يا أخي واحد يقول له ده أنا خالي فلان وأنا عم فلان وأنا أبويا فلان وأنا شهادتي فلان كذا وأنا في مركز اجتماعي كذا، لا يستطيع أحد أن يكلمه، فما بالك وأنا ربي الله ونعم بالله. سبحان الله. يعني بهذا المنطق يعني. نعم نعم.